ابو عمر معايا النهارده اسعار للبدايه كده. يا معلم عمر تقول يا معلم عمر معايا اسعار النهارده بتبتدي من 10000 جنيه 10000 صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تبارك الله صلي الصلاه على الحبيب النبي اللي يعرض السلالات دي امبراطور السلالات في مصر اللي يعرض السلالات ديت امبراطور السلالات في مصر معلم حماده طبعا ابو الحاج مساء الفل يا معلم حماده حبيبي يا استاذ جمعه مباركه عليك وجمعه مباركه على كل المشاهدين معانا احلى مسا عليك وعلى كل مشاهديني وكل محبيني كل متابعيني يا استاذ عمر ماشي في الوطن العربي كله ناس بحالها على دماغهم في استاذ عمر هقدم لك ان شاء الله بفضل الله مزرعه كامله متكامله من ذكر عمر شهرين ونص وثلاث شهور لحد اعمار عجول تطلع في العيد هقدم لك سلالات بنات استيراد زي ما انت شايف كده يا استاذ عمر الله ما شاء الله ماشي وهقدم لك كمان خارج من العالي هقدم لك بضاعه ترضى وش ربنا يا استاذ عمر ما شاء الله ما شاء الله مطلوب منك انت وكل المشاهدين اللي معانا في يوم الجمعه المفترج اللي احنا فيه ده يا استاذ عمر الدعم منكم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ماشي والدعاء بالرحمة والمغفرة للحاج حسن أبو الحاج وأي حد يجي يشرفه في مزرعة الحاج حسن أبو الحاج هيطلع منها مرضى بفضل الله يا أستاذ عمر ونعم سمي الله. بسم الله يا عم أبو عمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين كله سلام على الحبيب النبي يا جماعه كله سلام على سيدنا النبي النهارده بفضل الله طبعا في الايام النهارده الجمعه جمعه مباركه عليكم يا احلى مشاهدين معانا في الدنيا النهارده الجمعه طبعا 5 مايو 2023 حبايبنا الحلوين على فيسبوك وعلى يوتيوب بنمسي عليكم من قناه سوق بلدنا من مزارع الحاج حسن ابو الحاج رحمه الله عليه نخش مع اللايف ده يا جماعه يدعي معانا دعوه حلوه بالرحمه للحاج حسن ابو الحاج في يوم الجمعه المبارك العظيم وربنا يجعلها جمعه مباركه عليكم اجمعين يا رب العالمين نبدا عرضنا بالصلاه على سيدنا النبي نبدا عرضنا بالصلاه على سيدنا النبي نبدا عرضنا بالصلاه على سيدنا النبي وباسعارنا الجميله النهارده اللي هتشوفوها طبعا وتشاهدوها يا ريت كل يخش معانا اللايف ده يدعنا بلايك واحد وشير معانا هذا الفيديو ليصلك معانا كل جديدا وجديدا حاج حماده مساء الفل حبيبي يا استاذ عمر انا سعاده الرئيس معاك معاك يا معلم حماده لا ما شاء الله اول عروض بتاعتنا بالصلاه على سيدنا محمد يا استاذ عمر صلى الله عليه وسلم هقدم لك ثلاث ذكوره سعرهم 42000 ثلاث ذكوره بكام؟ ب 42 42000 جنيه وعيد لورشتاين وعيد لسمنتال وعيد لخليط لورشتاين من العالي تمام الثلاثة ب 42000 يا استاذ ابو عمر يعني متوسط سعر العجل كام؟ متوسط سعر العجل بتاعهم 14000 الاعمارهم؟ الاعمار بتاعتهم 3 شهور ونص يا استاذ ابو عمر الاعمار 3 شهور ونص عجول قديمه وعجول اكاله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله بقدم لك النهارده مزرعه كامله متكامله يا استاذ ابو عمر خش يا معلم في اللي بعده ماشي معانا عجل هنا لوحده يا استاذ ابو عمر ذكر بار سعره 13250 ذكر بار ذكر بار ب 13250 والذكر ده جمال اللي عايزه 13250 لوحده عجل فاتحه برده اهو نظام ما شاء الله والثلاثه دولت يا جماعه 14 الثلاث ذكوره دولت 14 تمام خش يا معلم في اللي بعده معايا هنا خمس ابطال يا استاذ عمر اول عجل فيهم البراون في سيمنتال ومعايا لورشتاين الخمسه بيضربوا نار يا استاذ عمر الخمسه سعرهم كام؟ اعمارهم كام يا معلم حماده؟ اعمار من 5 شهور ل 6 شهور ما شاء الله دايما في الجامعه الخمسه بكام يا استاذ عمر؟ بكام يا معلم حماده؟ ب 86500 خمسه بكام؟ ب 86500 يا استاذ ابو عمر 86500 المتوسط 17300 17 واللي عايز عجل من العرض هبيع له اللي طلب اي كميه بفضل الله متوفره عندي ما شاء الله من عجل ل 10000 راس متوفر عندي يا استاذ ابو عمر لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله متوسط العجل من دول يا جماعه 17300 جنيه اعمار من 5 ل 6 صل على سيدنا رسول الله اللهم صل على النبي هقدم لك ده عرض الابطال عرض الابطال يا استاذ ابو عمر وبقدم لك مزرعه كامله متكامله بس احنا يا استاذ عمر بنقدم لك العروض دي كلها يا استاذ عمر ماشي المطلوب من كل المشاهدين اللي معايا ايه الدعم منكم بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله ماشي ومطلوب منكم لايكات كده صغيره حلوه عشان الفيديو يلف لغيرك كله يعمل لايكات يا جماعه معانا كده وصلنا معانا على سيدنا النبي ليصلك معانا كل جديدا وجديدا دولت 10 ابطال يا استاذ ابو عمر الاعمار يا معلم حماده اعمار 7 شهور و8 شهور زي ما انت شايف كده الاعمار يا جماعه طبعا من 7 ل 8 معانا ما شاء الله
باين كلها مظبوطه ما شاء الله. ما شاء الله الذكر هنا، الذكر هنا كما يجب ان يكون ذكر، الذكر كما يجب ان يكون ذكر. تمام. ليه؟ مش عجل بكرش ولا عجل دماغه كبيره، العجل ملفوف لف، فتحه بتاعت العجل والنظام، عجل عامل زي الكابتن. تمام. ده رقم واحد معانا في العرض، العسكري اللي في الجيش كده. ده رقم اتنين يا جماعه معانا في العرض اهو، العظم ما شاء الله والريح طبعا والعجل الملفوف والكتله بتاع العجل. رقم ثلاثه معانا برضو العجل الخصتين يا جماعه اهو، الخصتين بتاع العجل. رقم اربعه معانا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله الكتله برضو. العجل ده بعجل طيب ما شاء الله ما شاء الله. العجل هنا عامل ازاي يا ظابط عمر؟ رقم خمسه معانا يا جماعه طبعا من ورا دكوره من المال الطيب اهو ما شاء الله. فين يا جماعه كده ايه؟ فين دعواتكم معانا يا جماعه كده والشير والناس اللي بتصلي معانا على سيدنا النبي، الناس اللي دايما بتشارينا الفيديوهات، الناس اللي بتدعينا بلايكات. المطلوب طبعا المشاهد حاليا ايه؟ اللايك. ما تتكلش على اللايك واحد. ولسه يا استاذ عمر معايا بقيه العروض، معايا احجام اكبر واعمار اكبر. تمام. هنفرجها للمشاهد. بكام ال 10 دول يا معلم؟ ال 10 دول بنقدمهم لك بكام يا استاذ عمر؟ بكام يا معلم حماده؟ ال 10 دول بنقدمهم لك النهارده يا استاذ عمر متوسط سعر العجل بتاعهم 21500. 21500. وعشان ال 10 دول عاملين لك عليهم عرض، بقدم لك ال 10 متوسط سعر ذكرهم 19500 جنيه يا استاذ ابو عمر. المتوسط كام؟ 19500. 19500 جنيه. طيب معلم حماد اللي عايز ال 10 في بعض المتوسط 19500، اللي جاي ينقي منهم؟ اللي جاي ينقي منهم عينيه اللي هو استاذ ابو عمر. معاه عجل كبير في العرض يزيد 1000 وعجل صغير يقل 1000. ده اللي جاي ينقي منهم بالعجل. اه وال 10 احسن من بعضهم. ما شاء الله. هتبدا مشروع تسمين من اطهر المال بفضل الله يا استاذ ابو عمر. ونعم بالله يا باشا ما شاء الله. هقدم لك هنا يا استاذ ابو عمر. هقدم لك هنا يا استاذ ابو عمر. معاك يا معلم حماد. هقدم لك عرض الابطال. بسم الله ما شاء الله. سبع ابطال يرضوا ربنا. ما شاء الله. ما شاء الله اعمار بسم الله تبارك الله. اعمار كبيره يا جماعه طبعا معانا ايه؟ اعمار 13 شهر كلها و14 شهر يا استاذ ابو عمر. يعني من سنه كبيرة. وطالع ما شاء الله. سبع ابطال يرضوا الله. شوف الدكورة عامله ازاي؟ هي دي مؤسسة الذكر البقر يا جماعه. طبعا اللي عايز ياسس عجل بقول جاهز يا جماعه طبعا، وده من ايه؟ من انجح المشاريع السريعه. دولت سبعه. تمام. سبعه يرضوا ربنا. ما شاء الله. صلوا على الحبيب النبي يا جماعه، الكل يصلي على الحبيب النبي، يا ريت الكل يسمعنا الصلاه على الحبيب النبي كده. سمعونا الصلاه على الحبيب النبي كده، سمعونا الصلاه على الحبيب، سمعونا الصلاه على الحبيب، سمعونا الصلاه على الحبيب النبي، صلوا على الحبيب النبي النهارده الجمعه، اكثروا من صلاه سيدنا النبي، اكثروا من صلاه الحبيب النبي. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. دولت سبعه يا عم ابو. بكام السبعه دول يا معلم حماده؟ السبعه دولت ان شاء الله النهارده بنقدمهم لك بكام بقى يا استاذ عمر؟ بكام يا معلم حماده؟ سبع ابطال يرضوا الله. تمام. السبعه دولت ده اسمه عرض الابطال يا استاذ عمر. ما شاء الله. سبع ابطال العجل من ورا الفتحه كده من ورا تنقاس بالمتر. تمام. مش عايزه شبر، لا تنقاس بالمتر. ريح العجل ورميه العجل، العجل كما يجب ان يكون ذكر يا استاذ ابو عمر. ما شاء الله. عجل ملفوف، عجل عظم عريض، مش عجول رفيعه طبعا يا استاذ عمر. بسم الله ما شاء الله. ده يرضي ربنا. خالد سمنتال يا جماعه عرضه معانا اهو المنبليار. طبعا البراون فولشتاين ما شاء الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا. يعني عجل شرف. يا استاذ عمر كل من كان في قلبه من جوه ذره حب لربنا فوق ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدم لك مزرعه كامله متكامله تدعمنا بصلاه سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. شايف اللايف الحلو ده والمال الحلو ده تدعمنا بصلاه سيدنا رسول الله، تدعمنا بلايف واحد صغير كده حلو عشان نقدم لك كل يوم جديد. السبع ذكوره دلوقتي يا استاذ ابو عمر بقدمهم لك النهارده المتواصل الباقيين في قلب بعضها 26750. متوسط العجل كام؟ 26750 يا استاذ ابو عمر. 26750. 26750 يا جماعه. ما شاء الله، سبع ذكوره طبعا من اطيب المال. متوسط سعر العجل فيهم 26750. طبعا السته في بعض يا جماعه اللي جاي نقي منهم اسعارنا بتختلف، في عجل معانا بيزيد شويه وعجل بينقص شويه. يا استاذ ابو عمر اللي جاي ينقي عجل، معايا عجل كبير في العرض يزيد 2000 ومعايا عجل صغير زي ده في العرض كده يقل 2000 جنيه. يعني ده ب 24750. ده 24750 اللي عايزه لوحده. تمام. واللي عايز سته في بعضهم؟ واللي عايز دولت سبعه مش سته يا استاذ ابو عمر. سبعه في بعضهم؟ السبعه على 26750 اسعار ترضي رب العالمين وعقول ترضي الله. ما شاء الله. سبع ابطال يرضوا ربنا يا عم ابو عمر. بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه واخده كفه التحاصيل بتاعتها يا استاذ ابو عمر. تمام. الذكوره دي اللي هياخدهم رزقه. عقول واخده كفه التحاصيل ياكل وشرب بس. ربنا يا رب يبارك في صاحب النصيب.
طبعا معانا حل الاسعار الاصغر معانا الاسعار الاصغر طبعا عرضتها لك يا استاذ عمر، وفي عينه بسيطه برضو احنا نفهم المشاهد. اه لو حد قال لك في التعليق ده غالي او ده ايه او ده ايه، العجول يا جماعه مش زي بعضها. في معايا عجلين اصغر منهم بشويه، عمرهم اعمار يا استاذ عمر الاعمار بتاعتهم 11 شهر. العجلين دول هتنقصوا عن البيم اللي جوه اعمار في الاعمار شهرين يا استاذ ابو عمر. تمام، احنا بنوضح ملحوظه خفيفه للمشاهد. الدكرين دول يا جماعه سعرهم 45000 جنيه. الاثنين دول ب 45000 جنيه. متوسط سعر العجل بتاعهم يا عم ابو عمر 22500. اسمع معلم ابراهيم كده. يعني في عجل زي ده سعره 22500. 22500 جنيه الدكرين دول يا جماعه. يعني البضاعه مش زي بعضها طبعا يا استاذ ابو عمر. تمام. ماشي، في عجل ب 22500. اعلى من العجلة ابو 19500 اللي انا عرضه، واقل من العجلة ابو 26700. يعني اللي طالب اي كمية يا استاذ ابو عمر اقدر اوفر له بفضل الله من عجل ل 1000 عجل. خش بقى في الايه في الاصغر. معانا اخواتي وحبايبي يا استاذ ابو عمر. على راسنا من متابعيني ومن محبيني. ماشي، اخويا وحبيبي من المنوفية برضه من تلا. على راسنا من فوق، يعني نتشرف بيك كده ونتشرف باسمك. انا شعبان فايد من المركز. متابعنا عليها مش شباب بالظبط. حياتي اهل الريف وسوق بلدنا. يعني على راسنا. بصراحه في ثلاث قنوات انا متابعهم. انت على دماغنا من فوق يا باشا، انت على راسنا من فوق وكل سنه وانت بعمل حاجه. رايك في اللي انت بتشوفه يعني صح ولا؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد. يعني اللي انت بتشوفه في العروض بتيجي تلاقيه؟ هو على الطبيعه ما فيش اي. انت على دماغنا يا عم. واول مره يجينا وشرفنا عم شعبان برضه. على راسنا من فوق عم شعبان، على دماغنا عم شعبان. عم شعبان. خش يا باشا على بعض. وانا على ايدي. خش يا باشا ما شاء الله. صلى على جمال سيدنا رسول الله استاذ ابو عمر صلى الله عليه وسلم. لك النهارده 15 تفاح. 15 نتابات. 15 تفاحه يا استاذ ابو عمر. دولت العرض ده 15 نتاب يا جماعه. الاعمار 15. اعمارهم؟ اعمار اربع شهور كلها يا استاذ ابو عمر، عجول تفاح امريكاني كلها يا استاذ ابو عمر. ما شاء الله عجلات كلها مجنسه يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. عجول التفاح الامريكاني. سلالات ما شاء الله، البالونات، الهولستينات. بكام يا معلم حماده ال 15 دول؟ 15 تفاحه دولت بقدمهم لك بكام يا استاذ ابو عمر؟ بكام يا معلم حماده؟ ال 15 تفاحه دولت النهارده بنقدمهم لك في قلب بعضهم يا استاذ عمر، فيهم البراون وفيهم الورشتاير وفيهم السمنتال. 15 تفاحه ضربه واحده يا عم ابو عمر. بكام ال 15 دولت يا معلم حماده؟ ال 15 دولت بقدمهم لك النهارده للمشاهدين ومحبيني ومتابعيني من داخل مصر ومن خارج مصر يا استاذ ابو عمر. متوسط سعر التفاحه بتاعتك انتم عاملين لك عليهم عرض هايل النهارده يا استاذ ابو عمر، بدلا من 17500 ب 15250. 15 15250 يا استاذ ابو عمر. ال 15 في بعضهم ما شاء الله. 15 في قلب بعض يا استاذ ابو عمر. عجلات تفاح امريكاني ترضي الله يا استاذ ابو عمر، فيهم البراون والكنستراد السلاله النادره موش ابيض، عجول كلها تفاح امريكاني يا استاذ ابو عمر، فيهم البراون الساده. ماشي، في عندك الهروشتين منهم يا استاذ ابو عمر، سلالات ترضي ربنا كلها يا استاذ ابو عمر، عجلات متجنسه اعلى تجنيس بفضل الله. وال 15 دولت يا استاذ ابو عمر اللي جاي ينقي ال 15 يا جماعه مش زي بعض. في معايا عجله في العرض تنقص 1500، ومعايا عجله في العرض تزيد برضه 1500. ال 15 مش زي بعضهم يعني. ال 15 الاسعار بتبتدي معانا من كام؟ الاسعار اعتبر بتبتدي فيهم يا استاذ ابو عمر من 14000 ل 16500. يعني العنبر ده يا جماعه اللي عايز جاي ينقي منه اسعار بتبتدي من 14 لغايه 16500. ال 15 في بعضهم يا استاذ ابو عمر هتبدا مشروع بفضل الله من انجح واربح المشاريع على الدوام طبعا يا استاذ ابو عمر. ربنا يا رب يبارك. وبهايم قديمه دي يا استاذ ابو عمر، وبهايم واخده كافه التحاصيل. عجلات كلها صنفه يا جماعه. عجلات كلها صنفه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. العجله انا عامل ازاي؟ دي عجله بنت استيراد بنت بارا امريكا يا استاذ ابو عمر. بسم الله ما شاء الله. الريح والشاسيه والنظام. العجله الزي دي يا استاذ عمر بتنباع بنت يوم ب 15000 يا باشا. تمام، ال 15 في بعضهم؟ 15 بقدمهم لك النهارده في بعضهم، متوسط سعر تفاحتهم 15250. 15250 يا جماعه اللي جاي ينقي منهم. طبعا الاسعار بتبتدي معانا من 14 لغايه 16500. تمام؟ تعالى يا عم ابو عمر واللي هياخد المشروع ده في بعضه يا استاذ ابو عمر، ال 15 تفاحه دولت هيدعي لي. تمام. وانا عارف بقول لك ايه يا استاذ ابو عمر. طيب والعجلات دولت؟ تفاح يرضي ربنا ما شاء الله. اعمار شغاله فيهم يا استاذ ابو عمر من 6 شهور ل 7 شهور. يا ريت يا جماعه الدعم منكم ابو الصلاه على سيدنا النبي. شير اللايكات بتاعتكم الحلوه فين؟ وعجلات متقرعه تقريح رباني، مش متقرعه لا، الارعام بتاعهم رباني يا استاذ ابو عمر ما شاء الله. عجلات بتضرب نار حلوه حلوه كتير.
حلوه وبتجنن. الاعمار يا معلم حماده؟ اعمار من 6 شهور يا استاذ عمر الى 7 شهور ان شاء الله. دبابات دبابات يا استاذ عمر، عجلات صحه وقوه ومناعه عاليه، دول التسعه. اللي عايز من التسعه عجله واحده يا استاذ عمر ابيع له، واللي عايز التسعه ببعضهم الف بركه عليه، واللي عايز ياسس مزرعه كامله يجي عند العبد لله وانا اسس له مزرعه ماشي ترضي رب العالمين. تسعه دولت يا استاذ ابو عمر هقدمهم لك النهارده متوسط سعر التفاحه بتاعتهم بدلا من 25500 عجلات تلقيح صناعي، دولت بنات استيراد يا استاذ ابو عمر. هنقدم لك يا استاذ ابو عمر التسعه دولت بسعر مغري بفضل الله بدلا من 25500 بجيش سوق بلدنا بمشاهدين قناه سوق بلدنا ماشي 18750 متوسط سعر عجلتهم. متوسط كام؟ 18750. التسعة في الاربعة. ربنا يبارك بس للمشتري وصاحب برضه يا جماعة اللي جاي منهم في حاجة بتزيد وحاجة بتنقص برضه، يعني الصغيرة بثمنها الكبيرة بثمنها، تمام؟ صل على جمال سيدنا رسول الله أستاذ أبو عمر. التسعة كلك ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك سلالات. مش هنزعل حد، اللي جاي هنا مش هنزعل حد بفضل الله. شاسين يا جماعة العجلة تاني. انا حلبات برضه ايه ده اصغر ما فيهم معلم حماده اللي طب لا اللي عايز صغار خلاص فيهم ديت الزوار اللي فيهم دي يا استاذ ابو عمر تنقص عن العرض 2000 جنيه 2000 جنيه يا استاذ ما شاء الله والكبيره معايا في العرض بتزيد 1000 ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله خش في العرض تسع دبابات يا جماعه ربنا يا رب يبارك يا رب يبارك للمشتري وصاحب النصيب التسع احسن من بعض عجلات طبعا كلها سلاله عجلات كلها مجنسه ما شاء الله تجنسه عاليه جدا التسعة في قلب بعضهم متوسط العجلات ديت 18750 وربنا يبارك في صاحب النصيب. يا جماعه كل معانا على اللايف كده يدعي لنا كبده واحده للحاج حسن والحاج الرحمه والمغفره. يا ريت كل معانا على اللايف يدعي لنا كبده واحده بس كده على اللايف كده الحاج حسن ابو الحاج الرحمه والمغفره ما شاء الله. خش معانا الحفل اللي بعده يلا. العنوان هنا يا استاذ ابو عمر المنوفيه اوسنا قرية مزرعة الحاج حسن ابو الحاج مزرعة الحلويات رقم تليفوني 010-980-4998 معلم حمادة ابو الحاج معاك عجلة تلقيح يا استاذ ابو عمر براون عجل يرضي الله العجل ده يا جماعة عجل تلقيح يعني اللي هياخد مشروع النتاية ده يا استاذ ابو عمر ماشي بامكانه ياخد في البوم الذكر استاذ عمر يلقحها واللي عايزه لوحده مفيش اي مشكله برضه واللي عايزه لوحده برضه مش هنزعل خالص العجل عمره ده معلم حماد العجل ده استاذ ابو عمر ابن 7 شهور بس شاسيه ونظام عالي ان شاء الله بكام الذكر ده معلم حماد الذكر ده استاذ ابو عمر سعره 23500 جنيه 23500 23500 وربنا يبارك للمشتري صاحب النصيب اللهم امين يا رب نخش معانا في نهايه العروض كلها النهارده ما شاء الله عجلات جاموس برضو متاح معانا معايا عجلات شعاري يا استاذ عمر ده عنبر كامل متكامل فيه 18 راس متوسط الاسعار في قلب بعضها 10500 جنيه متوسط اسعارهم كام؟ 10500 انات 18 نتايج على 10500 18 نتاج يا جماعه اللي عايزهم في بعضهم ال 18 في بعض المتوسط سعرهم 10500 جنيه 18 نتاج جاموس وذكر 18 نتاج على ذكر اللي عايزهم في بعضهم متوسط سعرهم في بعضهم 10000 ونص يا جماعه 10500 الصوت يا جماعه واضح عندكم يا جماعه الصوت الصوت في الاخ ابو يوسف هنا على اللايف معانا بقول لك مفيش صوت يا جماعه الصوت واضح عندكم الصوت والصورة يا جماعة الصوت والصورة ما شاء الله تبارك الله معانا 18 دماغ هنا متوسط 18 في بعضهم 10500 طبعا يا جماعة اللي جاي ينقي منهم في حاجة معانا بتزيد 1000 وحاجة بتنقص 1000 برضه يعني معانا الصغير ده بسعره 9.5 مثلا ومعانا الكبير 11.5 متوسط سعرهم في بعضهم كلك 10500 عنبر ده كله في بعض المتوسط 10500 أناتي جاموس وذكورة جاموس معانا فيهم حاجات دي 9.5 يا معلم حماد تمام كده ومعاهم حاجات فيهم 11.5 يا جماعه يعني الاسعار بتبتدي من 9.5 اقل حاجه الى اكبر حاجه هنا خالص فيهم 11500 اهو العجلات اهي
10 18 راس في بعضهم. ابدا مشروعك اللي عايز 18 في بعضهم، ال 18 كلهم احسن من بعض. 18 نتاية يا جماعه كلهم في بعض ما شاء الله، مش هتحسن من كده. العجلات في الاكل والشرب طبعا، عارفين الاكل والشرب برضو اهو قدام حضراتكم. اللهم بارك، اللهم بارك لصاحب النصيب. عايزين بس نوصل الصوره برضو لكل الناس يا جماعه. المشروع ده من انجح المشاريع، عجلات اناتي جاموس 18 دماغ في بعضهم، متوسع سعرهم 10 500. تمام يا معلم حماد، غش اللي بعده. اقول لك السعر، انت خش اتفرج المشاهد براحتك، هتدفع في الحاجات دولك علشان معايا ضيوف ومعايا ناس جايه من اخر الدنيا يا استاذ ابو عمر. خش يا باشا. تسع تفاحات دولك النهارده بقدمهم لك في قلب بعضهم كده يا استاذ ابو عمر. التسعه دولت يا عم ابو عمر بقدمهم لك متواصل سعر عجلتهم 17500 جنيه. 17000 اعمار بتاعتهم من 5 شهور ل6 شهور. التسعة في قلب بعضهم، التسعة في قلب بعض يا صلاح عمر. ان شاء الله ربنا يبارك بس للمشتري وصاحب النصيب. العجلات يا جماعة طبعا مش هشيلها من تحت زي ما انتم شايفين، العجلة مبكرة بفضل الله يا عم ابو عمر ان شاء الله. الريح والشاسيه والنظام، عجلة ترضي ربنا. في معايا عجلة صغيرة يا صلاح عمر في العرض تنقص 1500، ومعايا عجلة كبيرة في العرض. يبقى العجلات دي يا جماعة اللي عايزهم في بعضهم متوسط سعرهم 17500 جنيه. توصل العجلات دلوقتي في بعض يا جماعه 17500، وربنا يبارك لصاحب النصيب. اللهم صل على النبي ما شاء الله. فين يا جماعه الشير بتاعكم يا جماعه والصلاه على سيدنا النبي؟ فين الناس اللي بتشير معانا الفيديوهات والصلاه على سيدنا النبي؟ والعنبر ده في بعضه برده يا جماعه اللي عايزه. العجلات دولت السلالات دولت، السلالات دولت متوسط اسعارنا 18500. ومعانا برده يا جماعه سبع روس جاموس او سته باين فلاحه كبيره، متوسط سعرهم 15500 في بعضهم برده. هنفرجكم عليهم، خليكم برضه معانا على اللايف علشان نفرجكم على كل حاجة. العجلات كلها باللون الطبيعية ما شاء الله، حاجة محترمة. ربنا يبارك، ربنا يبارك لصاحب النصيب. يا جماعة العجلات دولت المتوسط معانا 17500، فيهم عجلة كبيرة تزيد 1500 وعجلة تنقص 1500 ما شاء الله. والعنبر ده 10500 في بعض، والعنبر ده 15250 في بعض. الاسعار بتبتدي من 14 وبتبتدي معانا في 16.5. الصلاة على سيدنا النبي. والدكورة دلوقتي يا جماعه متوسط سعرهم في بعضهم 19500. ومعانا ذكر اول حاجه في العرض ده، ذكر جاموس. ذكر جاموس يا جماعه ابن سنه اهو ما شاء الله، بس العجل جعان، عجل عظم مش شاسيه حلو طبعا، ده عجل بسنه كبيره يا جماعه. ودي نتاية جاموس اهي بنت حوالي 6 شهور. اما ده نتاية بنت 8. نتاية جاموس اهي خليط ايطالي. ودي نتاية جاموس، ودي ذكر جاموس، وديت نتاية جاموس طبعا 2 4 6 متوسط سعر الستة دول في بعضهم 15500. اللي عايز الستة في بعض متوسط السعر 15500. متوسط السعر هنا 15500. ده ذكر يا جماعة اهو، ده ذكر بس فيهم اهو، والاخرين ده ذكر. ومعانا ايه؟ اربع نوتي متوسط السعر في بعضهم 15500. معانا انتايه ايه؟ ده ذكر اثنين، ثلاثة انتايه، أربعة انتايه، خمسة انتايه، ستة ذكر ده في بعضهم متوسط سعرهم 15500. وربنا يبارك لصاحب النصيب. إن شاء الله بإذن الله المحافظة المنوفية، وسنا قرية عرب أبو ذكري، مزرعة الحاج حسن أبو الحاج، رقم التليفون 010-980-4998-010-22-53-78-46. اللي عايز يتواصل معانا واللي عايز أي عرض من دول، المعلم حماد يقدر يحمله لك يبعته لك أي مكان في 27 محافظة، مفيش أي مشكلة. بشكركم على حسن سماعكم معانا، ونترككم في أمان الله. كان معكم أخوكم أبو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.